كابتن عادل زي ما قال كابتن اسامه يجب ان نتدارك الاخطاء بسرعه او نتدارك الموقف اللي احنا حطينا فيه نفسنا النهارده تمام. وطلعنا بنتيجه سلبيه تمام واول هزيمه لينا. ولكن انا عندي سؤال، هو يعني انا عايز اعرف الاسباب اللي تخليك انت كمدير فني في بعض الاحيان انك انت تحتفظ بلاعب وتصر على وجوده في الملعب بالرغم من انه خارج لياقته البدنيه، مش هنقول الفنيه، ولكن احنا حسينا ان احد اللاعبين في الملعب الشوط الثاني كان مجهد بدنيا، كان بره الجيم، هو حتى مش قادر يعني احنا في وقت من الاوقات صعب علينا الشوط الثاني، انا صعب عليا بيرسي تاو الشوط الثاني لان من كتر المجهود اللي عمله الشوط الاول وكميه الجري، وطبعا بعد التعويض عشان الهدف المبكر انت عايز تعوض فبتعمل مجهود زياده، فهو الشوط الثاني جه بعد تقريبا 18 دقيقه انا حسيت ان بيرسي تاو بره الجيم مش قادر يدي. انا ما بتكلمش على الناحيه الفنيه، انا بتكلم على شكل بيرسي تاو في الملعب. مين اللي يقدر يقول دي؟ مستر بيتسو موسيماني. لا يعني انت شايفها كده؟ ايوه هو ممكن يكون مش شايفها كده. لا مش ممكن. لا هقول لك ليه، بس هقول لك ليه، انت اللي مش محضر معاك الاسبوع كله بيرسي تاو، او ماشي يا كابتن. انت مش لامم بالفرقه كلها بتاعتك. صحيح يمكن في حاجات تانية، يمكن في حد مجهد اكتر، يمكن دي وجهات نظر. بص يا كابتن، ما نخليش الخساره تودينا. لا 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 انا بسالك انت فنيا. انا فاهم. انا عاوز اوصل لك لايه يا كابتن؟ عاوز اوصلك لحاجه مهمه. كل خساره وليها اسباب طبعا، وكل خساره وليها سلبياتها وايجابياتها. مظبوط، خلي بالك ولازم تستفيد من الخساره. حتى الخساره صح بيبقى فيها ايجابيات، انك انت مزبوط. تعمل الاخطاء اللي انت عملتها يعني ما ترجعلهاش. خلينا نتكلم. لا انا بسالك الاول، هل لي وجهه نظر فنيه في الموضوع ده مستر بيتسو؟ انا بسال، عاوز اجيبه، انا عايز الاجابه كابتن. في حاجات كتير قوي ممكن انا اكون لعيب مثلا مش موفق كويس في الملعب وتعبان، بس انا عايز اجيبك، عندي ماتشات كبيره وانت لعيب عندي محترف، عايز اجيبك علشان اديك الثقه، عشان في لحظه في ثقه بتروح من اللاعب لو فقدها. اصل دي استثمار. ماشي يا كابتن معاك. بمعنى بيرسي تاو وكل المحترفين في النادي الاهلي استثمار، انا لازم انجحهم عشان صفقاتي تنجح. انت فاهم يا كابتن؟ انجحهم عشان صفقاتي تنجح. فبمعنى ايه؟ ان انا اساعده انه يبقى كويس. ماشي. بس خلينا بس ايه؟ ماشي كمل. يعني اسباب الخساره. خلينا نتكلم في اسباب الخساره. ماشي. في اسباب اكيد الجهاز الفني وتحضير المباراه اخطاوا. عاوزين نتكلم، هم اخطاوا، ولكن في التحضير المباراه؟ في كل حاجه. ممكن، ولكن خليني بس اكمل لك اللي حصل. ماشي اتفضل. هما كان ليهم وجهه نظر في المباراه بتاعه النهارده. زي تشكيل وجهه نظر. لا بتكلم عن وجهه نظر في اراحه اللاعبين. ماشي، ودي حاجه طبيعيه علشان هو حضره قبل ما الانذارات، قبل ما التاجيلات تيجي. فوجئ النهارده بحاجه مهمه جدا، فوق انك مجهد بتلعب في ملعب مش كويس ارضيا. النادي الاهلي ما بيلعبش في الملعب ده، ملعب المصري. ماشي، المصري واخد عليه وبيلعب عليه. ماشي، انا مش بدي مبرر. لا انا عارف طبعا، ولكن كونك انت وانت بتدافع في ملعب مش جيد ارضيته، ها، تبقى افضل من اللي بيهاجم. فاهم؟ مظبوط. يعني بمعنى سهله على الناس، مظبوط، اللي بيطفش الكوره واللي بيطلعها من قدام جون وفي خطوره، غير اللي بيبني عشان يجيب جون. انت ما عرفتش تعمل كده، شرن الملعب. ده واحد. اتنين، ممكن ارد على الموضوع ده برضو. ارد طيب على النقطه دي، اكمل بس نقطتي وبعدين ارد عليك. ماشي. اتنين، تحكيم كتفك شويه. ايوه معاك، وكتفك كتير. ايوه، بدليل في كور ممكن ما تكونش مؤثرة انت مش واخد بالك منها، بنالتي والحاجات. لا، في تكتيف نص ملعب. ايوه، في تكتيف نص ملعب. ده في كرة عبد المنعم في الشوط الثاني، الكرة جاية لما جيب العرض مع اسمه عمرو مرعي قبل، بص، قبل ما عبد المنعم
يجي يلمس او يشوف الولد اداله فاول. عارف دي معناه ايه وهو بعيد نص الملعب ناحيه اليمين؟ دي معناه ايه؟ دي معناه تلجيم. ابلجمك تحزين وبحزمك. ليه؟ علشان تيجي من ناحيه هجوميه انت خسران لناحيه دفاعيه توصل عقبال ما الفرقه تطلع تاخد لك دقيقتين ثلاثه. خد من كده كتير. كابتن شريف اتكلم على الكوره بتاعت اللي بتاعت نص الملعب. الكابتن شريف الزقه الدفعه دي هي وما اداش اللي هي وما يديش اللي هناك وهي هي اللي لا التانية اقوى كمان اللي ما اداهاش دي الاقوى. هو 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 في نقطه يعني هو في نقطه انا عايز اتكلم فيها كمان فوق انك انت عندك مشاكل النهارده في الملعب وعندك مشاكل تحكيميه. مش معناها اللي انا بقول ان احنا كنا كويسين قوي وهو اللي خسرنا الحاجات دي. لا انا عايز حقي بس. انا ايوه انا بتكلم على ان الراجل كتفك والملعب كتفك. تمام. طيب خلينا بقى نتكلم على النواحي الفنيه بقى. انا كلمتك على دي النواحي اللي خارج الاطار. النواحي الفنيه انت النهارده قلت يا كابتن ايمن والناس كلها اتكلمت على بدايه التشكيل كان كويس صح؟ مش كلنا قلنا كده؟ يمكن قلنا ماشي كويس ودي لعيبه وتشكيل جيد والحاجات دي كلها. لما بدانا الكوره وبدانا المباراه لقينا اكتر من لاعب مش في يوم. التغييرات جت في وقت متاخر شويه. ده من وجهه نظر كابتن اسامه قال الكلام ده. ولكن عايز اقول لك حاجه غصب عنه حته اللعب الطويل. الملعب سيء وحش ارضيه. كنت عايز تسالني على الملعب وكمل. هو على الملعب السيء في بعض الفترات لقينا النادي المصري بيلعب كوره في ارض الملعب. مش بيلعب كوره. النادي المصري بيدافع. بيدافع يا كابتن وعاوز ينقل بيبقى عنده مساحات لانك انت بتعمل اللعب الطويل فهو بيستلم بيبقى عنده مساحات مش هيلعبها طويله تاني نادي المصري لانه هيبقى عنده ناس. ما هو اللعب الطويل ده كابتن عادل احد اخطاء الشوط الثاني. استغلوا النادي المصري في بعض الفترات بانه قدر يهيمن على نص الملعب بعض الشوط ويبتدي يلعب وينقل الكوره. هو اول الكره الثانيه الكره الثانيه بقت بتاعه المصري بالظبط. هو اول ما نزل اول ما نزل حسام حسن في بدايه المباراه انا عايزك لو عندك هنا تجيب لقطه وحسن نازل حسين الشحات. ايوه مستر موسيماني قال لحسين الشحات ايه؟ قال له هينزلوا لك الكور لتحت. يعني هو مصر انه يلعب اسلوب لعب. هو عاوز يلعب طويل ليه؟ اولا يوفر الاجهاد. انا مش معاه فيها بس انا بكلمك على ليه هو لعب طويل. ماشي رقم واحد ارضيه الملعب. ارضيه الملعب ماشي. رقم اثنين يوفر مجهود في اللعب علشان حته الجري الكتير وحجم الجري والحاجات دي. الحاجه الثانيه والمهمه اكتر من لاعب بتاع نص ملعب مش فايق يلعب كوره كويس زائد الحاجات دي كلها. هو مش مبرر ولكن انا بكلمك على فكره من افكار. ايوه الحاجه الثانيه المهمه انت في وقت صعب احنا اتكلمنا. انا يمكن لما الكابتن بلال اتكلم في بدايه الامر وقعد يتكلم على ازاي النادي الاهلي عنده مشكله في السفر وفي الحاجات دي كلها وبيغير لعيبه ومش بيغير. انا قلت انا كملت على الكابتن بلال قلت ايه يا جماعه خلي بالكم احنا في ظروف صعبه. انا بدي مش بدي مبرر للفرقه ولكن ده الطبيعي. الظروف الصعبة يا جماعة ظروف المباريات في الوقت ده صعبة للغاية. انت في رمضان عندك لعيبتك مجهدة. عمرو السلية شفت عمرو السلية النهاردة عامل ازاي؟ ده ناتج. ولا حمدي فتحي شفت حمدي فتحي ما كانش موجود النهاردة. ليه ما كانش موجود؟ مجهد. الناس دي جاية من لعب ثلاث بطولات واربع بطولات. حتى اللعيبة في الاندية الاخرى ما فيش. انت عندك كام لعيب؟ حتى الشناوي نفسه. الشناوي نفسه بيمر بمحمد عبد المنعم بعد الاصابه بس برضه بيمر باجهاد كبير جدا. يعني حتى اللعيبه اللي كانوا بتسافر وبتلعب ومع المنتخب وما بتشاركش كانت فتره سلبيه بالنسبه لهم كبيره. زي ما اللعيبه لعبت اللعيبه الثانيه ما لعبتش. ولكن في الاخر انت النهارده هارد لك النادي الاهلي ومبروك للنادي المصري. انا مش هقدر اقول لك انه لعب ماتش عظيم وكانوا افضل منك. لا هم الظروف كانت افضل كانت ظروفهم احسن منك. لعبوا لعب ايجابي حطوا جول. حتى الهدف اللي جابوه انا يعني مبكر. وهات لي فرصه تاني النادي المصري النهارده.
يعني هات لي فرصه أيه. لنادي المصري كره محمد الشناوي اللي شالها الانفراد الانفراد اللي بعديها ده خطا مننا يعني التمريره العرضيه من ده فرصه يعني أيه. انا اللي عاوز اقول لك اللي يبقى احسن منك وافضل منك ده اللي ايه اللي يدي 5 6 7 8 فرص ويكسبوك النهارده انا من وجهه نظري هم كان الملعب مساعدهم ايوه الملعب مساعدهم لكن لو لعبتهم على ملعب جيد ومتساوي وكويس ما كانش حصل كده ولو جبتهم في ظروف هتقول لي خلي بالك في نقطه علشان بس الناس بتتكلم فيها الكونفدراليه ما هم بيلعبوا فيها لا دي حاجه ودي حاجه الناس لازم تعرف مباريات دي فرق ودي فرق اخرى ابطال الدوري حاجه والكونفدراليه حاجه تانية طيب.